أشير إلى الأخ لواء يحيى. يحيى، لا تنسى الشهيد بكر السامرائي، ولا الشهيد العذاري، ولا الشهيد الذي قدم نفسه الملازم في مكافحة الأرهاب ودافع عن مصفى بيجي. أعمل لهم نصب في الكلية العسكرية في مناطق أخرى، هذول تلقوا الموت بصدور وشجاعة. والله صحيح، يعني حقيقة طلب، والله طلب، والله طلب. هذا يعني مجرد لا مو طلب، مو طلب، احنا بدنا نعمل عليه سيدي، بدنا نعمل عليه. رحمة الله، أنا أشكرك كلامك شكرا جزيلا. بدنا نعمل عليه، وإن شاء الله عندي عندنا نصب راح يكون أيضا نصب نصب الجريح العراقي أكملته، يعني في طور إكماله. نعم. وإن شاء الله سنختار أحدى ساحات بغداد ويوضع هذا النصب، ولدينا أيضا نصب للشهداء وحتى للشهداء. نعم. لدينا قادة، لدينا قادة. نعم نعم، لدينا قادة، محمد الكروي و محمد الكروي وقائد عمليات غرب الأنبار الله يرحمه، ولدينا بدر مبدر الدليمي، ولدينا قادة كثر، سفين واللهيبي. أرجوكم، هؤلاء قادة قدموا التضحيات، هذا فخر، هذه هوية الجيش العراقي. إذا يسمعني أحد من المسؤولين، وهي يعني حبي في هذه المؤسسة التي خدمت وأعطيت شبابي لها بالكامل، وأنت تعرف لواء يحيى ماذا قدمنا لهذه المؤسسة. الاستراتيجية العسكرية نعم. تحتاج إلى تعديل يا أخ نجم. نعم. الاستراتيجية العسكرية، ما هي الاستراتيجية العسكرية؟ هي فن وعلم لاستخدام القوات المسلحة نعم. والوسائل المتيسرة للوصول بها، للوصول إلى الأهداف السياسية. نحتاج قبل ذلك أن تكون عقيدة عسكرية واضحة. العقيدة العسكرية واضحة، لأنه لا أعرف هل هناك عقيدة سياسية موجودة اليوم وضعها السياسيين. العقيدة العسكرية من مسؤولية القيادة السياسية وليس من مسؤولية القيادة العسكرية. عليهم أن يضعوا العقيدة العسكرية حتى تكون موازية للعقيدة السياسية. إذا أردنا أن نتكلم عن خطواتها، فخطواتها كثيرة، وكيفية بنائها ابتداء يعني من المتطلبات الوطنية وصولا إلى الأهداف، وصولا إلى سياسة الأمن الوطني، ومن ثم إلى السياسة الدفاعية والاستراتيجية العسكرية. الاستراتيجية العسكرية يجب أن يعاد بها النظر.